بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. موضوعان، الأول يشترك فيه كلنا، والثاني يشترك فيه جلنا. الأول واجب مفروض لا ينفك عنه أحد إلا بالموت، والثاني بين استحباب سنة وسنة مؤكدة. الأول يخطئ فيه كثير من الناس، وأخطاؤنا فيه أكثر من أن تحصى، والثاني يغفل عن آدابه كثير من الناس، بل ويعتبرونه نوعا من أنواع الاجتماع والتفكه وتضيع الأوقات. وحتى لا نطيل في التشوق لهما، فالأول هو أمر الصلاة أيها الفضلاء، ولا سيما في حديث البخاري وأحمد من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن المتأمل في أمر الصلاة في نفسه أولا وفي من حوله ثانيا يجد كثيرا من المخالفات، وسنسرد منها ما يتيسر به الوقت والمجلس الآن. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان أمر الصلاة أمرا عظيما فإنه قال بهذا الأمر الذي يفيد الوجوب: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا انبار أهل العلم، ومنهم سماحة شيخنا رحمه الله شيخ الألباني قبل أكثر من 60 سنة، وألف ذلك الكتاب الذي سار في الملوان وسارت به الركبان، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصره من اختصره فجعله في كتاب صغير، والمطول منه في 3 مجلدات، وسمحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وابن جبرين وغيرهم. أول ما نأتي في مخالفات الصلاة في مسألة تسوية الصفوف، وهذا نراه مشاهدا كثيرا، قلما تجد من يحافظ على سد الخلل، صحيح ولا مو صحيح؟ مع أنك لما تأتي تتأمل في أحاديث سد الخلل تشرئب نفسك ألا تترك خللا في الصلاة بينك وبين من بجوارك. يكفي منها ما روى ابن ماجة في السنن في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على من سد فرجة في الصلاة. أي أجر أعظم من هذا؟ الملائكة تدعو لك، والله عز وجل صلاته عليك مغفرته تبارك وتعالى، أن تسد إيش؟ فرجة في الصلاة. ومن حديث أنس بن مالك في الصحيح أيضا قال: فكان أحدنا يلزق قدمه في قدم أخيه ومنكبه في منكب أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد وغيره: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفي زيادة: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والمحبة تبدأ منها هنا، من أن تسد الفرج بينك وبين من بجوارك. ومن حديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يتسلل من بين الفرج الخلل في الصلاة كالخزف، اللي هو إيش؟ صغار الضأن، صغار المعز. ولذلك تجد الإنسان يوسوس في الصلاة ويخرج منها، لا درى ماذا تلا ولا درى ماذا قرأ الإمام. ليه؟ ما في أصلا سد فرج. وهذه من أسباب خشوع الصلاة، أنك تسوي الصف وتسد الفرج. الأمر الآخر أيضا مما نجده مشاهدا أن الصفوف تنقص ويتم الذي بعدها، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمن صلاة صف مؤخر حتى يتم الصف المقدم. ومن حديث ابن عباس تجد بعض الناس يتأخر يدخل المسجد، يقعد يتك هناك عند العمود لكي يراجع التكتك والبكتك والكواي لينكوي بالآثام والذنوب في آخر المسجد، ويزعم أنه جيش
أتى لكي يصلي. ولذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا إله إلا أنا جاي المسجد ربنا يأخرني. نعم، لأنك أنت لما جيت جلست فين؟ في آخر المسجد. لا، تعال وسد. بل قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والندى لاستهموا عليه استهاما. قال: لا أتوه ولو حبوا. ولذلك المسألة هذه مسألة عظيمة. لا تأتي الصلاة وأنت أخي الحبيب بهذه المسألة كيفما اتفق. لا، إذا وجدت فرجة سدها، الله يرضى عليك. ليه؟ لأن ينقص أجر الصف الثاني ما لم يتم الصف ليش؟ ما لم يتم الصف الأول. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، ولا يطالع يمين ولا يسار، ومباشرة يقف حيث انتهى. بل اليوم أنا مصلي الفجر والذي رفعها سبعا بلا عمد، حل في الصف الأول. الصف الثاني بينهم فرجة تتسع لأربعة أشخاص، والصف اللي وراه ولا كأنه الأمر يعنيه. يا أخي تقدم اتم يا أخي وسد الفرجة هذه، جزاك الله خير. من حديث عائشة عند أهل السنن، والله هذا حديث جميل يهيج النفس لسد الفرج، قال من صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أنت ما تريد أن ربنا يوصلك؟ وحديث هذا حديث صحيح. ألا تريد أن يصلك الله عز وجل بحبال وده وحبال مغفرته؟ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يجعلنا وإياكم من أهل هذه الآية. أيضا المسألة الأخرى في الصلاة أن الإنسان يأتي بملابس البذلة، ويأتي وعرقه يشمه الناس، ويأتي ورائحته كريهة. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إيه معنى كل مسجد؟ ليس معنى كل مسجد معناها كل جامع، لا، عند كل موطن صلاة، وإن كنت تصلي في بيتك. الآية هذه التي الناس كثير ما يفهموها إيش معناها. عند كل مسجد مو مقصود فيه في الجامع فقط، لا، حتى ولو في بيتك. كلمة مسجد هنا مفعل، أي عند كل مكان صليت فيه. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة إذا أراد أن يصلي اغتسل وتعمم وتطيب، قالوا: عجبا لك، أنت في البيت ما حد شايف. قال: إني أقابل ملك الملوك. يستشعر لذة الصلاة. لذلك هؤلاء الناس لما استشعروا لذة الصلاة خرجوا منها بإيش؟ بخشوع عجيب. تلقى الواحد يقوم الليل بآية واحدة يبكي. روى البخاري من حديث أسماء قامت الليلة بقوله تعالى: فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، تردد وتبكي حتى بزغ الفجر. أحمد بن أبي الحواري كما نقل الذهبي في السير، وابن سعد في الطبقات، وإن كان هناك تكلم في مسألة عقدية قد وقع فيها، قال الراوي: مكثت عنده ليلة فخرجت بعد العشاء وقد نصب قائما، وعدت إليه قبيل الفجر ولا زال يردد: إياك نعبد وإياك نستعين ويبكي، إياك نعبد وإياك نستعين ويبكي، إياك نعبد وإياك نستعين ويبكي. لأن هذه آية العبودية، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين سواك. ومنهم من يعبد غير الله عز وجل ويستعين بغير الله تبارك وتعالى نذرا ودعاء واستغاثة ورجاء إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. وخير من ذلك كله نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا لما قام أخذ يردد: إن تعذبوا فإنهم عبادك، وإن تغفروا فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا استشعار أمن الصلاة لا يأتي هكذا، لابد أن تهيئ نفسك لهذا الاستشعار، كما أنك تهيئ نفسك لأي سفرة تريدها أو لأي موضوع تحبه. تهيئ نفسك بكل ما هو من مهيئات هذا الأمر. فكذلك أمر الصلاة. وتأمل في بيتك من توضأ في بيته فأحسن الطهور ثم أتى المسجد، فكل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. بل هناك حديث عجيب: أنت في اليوم تقدر تحج سبع مرات وتعتمر مرتين، يعني تأخذ أجر الحج كم مرة في اليوم؟ سبع مرات. والعمرة كم مرة؟ مرتين. وهذا ليس من كيسي، إنما هذا من مشكات النبوة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم، كان في الترغيب والترهيب عند المنذري وكما في سلسلة الجامع،
قال من تطيب من تطهر في بيته ثم أتى المسجد لصلاة مكتوبة كان كأجر الحاج المحرم. وانت كم مرة في اليوم صلاة مكتوبة؟ خمس، أجر خمس حجج، أجر خمس حججين. طيب السادسة من وين جاءت؟ من حديث أبي هريرة أصله عند مسلم وزيادته عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني في المنذري وفي جامع الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كده بقى عندنا كم حجة؟ كم حجة الآن؟ وكم عمرة؟ واحدة. طيب قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أتى المسجد ليقرأ آية أو يحضر مجلسا كان كأجر حج تام حجه، كأجر حج تام تام حجه. عندك كده كم؟ سبع. إيش عندك أنت؟ سبع حجج وعمرة. طب العمرة الثانية من فين؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أتى المسجد لسبحة الضحى كأجر كأجر عمرة. ليس معنى هذا أنك أنت لابد تطلع من البيت تيجي المسجد في صلاة الضحى، لا، يعني أنك تصلي إيش الضحى حتى لو كنت في مكان عملك أو في بيتك أو في أي مكان. كده في اليوم عندك كم أجر حج؟ سبع حجج. وكم عمرة؟ أجور عظيمة أيها الكرام الفضلاء، نحن عنها غافلون. لابد أن نستشعر مثل هذا وأن نحافظ عليه وأن لا نتركه لا في خلوة ولا في جلوة ولا في رمضان ولا في غير ولا في غير ولا في غير رمضان. أيضا من مسائل أمر الصلاة وهي مسألة من يصلي أيها الكرام الفضلاء جالسا على الكرسي، إذا كنت تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام واقفا في الفريضة أتكلم دون النافلة، النافلة أمرها واسع، صلي قائما قاعدا مضطجعا ما في حرج، كل ما هنالك صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وصلاة المضطجع على نصف صلاة القاعد، يعني المضطجع في النافلة ربع أجر والقاعد نصف أجر والقائم أجر كامل. ومن كان مريضا من حديث مسلم من صل إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مكانا يعمل مقيما صحيحا، لو كنت مريض معذور وصليت جالس يأتي لك الأجر إيش كاملا، فضل يأتيه من يشاء تبارك تعالى، ليس على المريض حرج. فإذا كنت أنت تستطيع أن تكبر واقفا في الفريضة فكبرت جالسا بطلت صلاتك، لأن التكبير ركن والقيام مع القدرة ركن، وقوموا لله قانتين من حديث عمران بن حصين في الصحيحين، صلي قائما ثم بعد ذلك إذا تستطيع أن تركع بصفة صلاة النبي قابضا على ركبتيك ناصبا ظهرك وركعت على الكرسي بطلت صلاتك. إذا كنت تستطيع أن تسجد على سبعة أعظم كما في حديث صفة الصلاة الصحيح فسجدت على الكرسي، أتكلم ما زلت أقول في الفريضة بطل صلاتك. طب إيش معنى الجلوس على الكرسي؟ الجلوس على الكرسي لما لا تستطيع أن تأتي به على صفة صلاة إيش النبي عليه الصلاة والسلام، أما في النافلة الأمر واسع. ثم أنوي على مسألة، في مسألة من يصلي على الكرسي تجده يتعنى في الركوع بهصر ظهره، لا، حديث ابن عمر عند عند البخاري وذكر ابن حجر في الفتح، النبي عليه السلام كان يصلي على الدابة والراحلة ويركع ويسجد عليها إيماء، وكان سجوده أخفض من ركوعه. ما معنى إيماء؟ الإيماء يكون بإيش؟ يكون بإيش الإيماء؟ يكون بالرأس. طيب من هصر ظهره قال سمحت ولي الشيخ الباز ما في حرج، لكن يكفيك إيش؟ أن يكون سجودك أخفض من ركوعك إيماء برأسك فقط. أيضا بعض الناس اللي يصلي على الكرسي تجده إذا جاء سجد حط يديه فين؟ رأيتم هذا؟ يعلق يديه في الهواء، هذا لا أصل له، بل تظل قابضا على ركبتيك بكفيك، كل ما هنالك فقط الذي يتحرك وماذا؟ هو رأسك أحفظك الله. هذه كل أشياء نحن نراها أيها الفضلاء الكرام. أيضا في الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين جلسة افتراش، أن تنصب اليمنى وأن تفترش اليسرى. ومنهم قال كما حسن هذا الشيخ الألباني في الصفة، قال والإقعاء أنك تنصب إيش القدمين، وكان يفعله أحيانا وكرهه بعض أهل العلم وقالوا الحديث لا يثبت. ثم في الجلسة التشهد الأخير لصلاة ثلاثية أو رباعية هذا فيها التورك. ما هو التورك؟ أن تنصب اليمنى وأن تفضي باليسرى تحتها وأن تفضي بوركك إلى 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 إيش إلى الأرض.
في مسألة التشهد بعض الفضلاء أراه بين السجدتين يشير بيش بيده، هذا حديثها ضعيف عند عبد الرزاق في المصنف، لا يصح في الركوع بين السجدتين وانت يديك قابضا بها على ركبتيك. وفيها حديث عند أهل السنن وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول 7 كلمات: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهديني وارزقني واجبرني وارفعني. هذه 7 كلمات تقال بين الجلسة بين السجدتين، أو رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الدعاء بين إيش؟ بين السجدتين. قال الشيخ بن باز: وإن زاد في هذا ولوالديه قال لا حرج، لكن أحب أنك تبقى على ما إيش؟ على ما ورد. في التشهد عندنا هيئة في اليد في التشهد، أن تقبض الخنصر والبنصر، وأن تحلق بالوسطى والإبهام، وأن تشير بيش بالسباب، هذه هيئة أولى. الهيئة الثانية تقبض الخنصر والبنصر والأوسط وتغلق عليه بالإبهام وتشير بيش بالسباب، هذه هي الهيئتان الواردتان في التشهد، تشير هكذا. نأتي مسألة التحريك، الأحناف يقول لك واحد، والله هذا حقيقة من باب لما يكون فيه سبحان الله التعصب بالمذهب جهلا، واحد كان يصلي في بلد فيها المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي يرون بإيش؟ بإشارة بدون التحريك، ولا يرون أيضا حتى بالإشارة. فلما جاء واحد مساك الأصبع كان بيكسر له إياه، لا أنت تشير بالسبابة والتحريك. قال الشيخ بن باز رحمه الله: إنما يحركه عند كل ذكر الله، يعني التحيات لله تحرك، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، من أول أشهد أن لا إله إلا الله إلى نهاية الصلاة وأنت إيش؟ وأنت تحرك. ومع الدعاء التعوذات الأربع: الله من أعوذ من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم تخير من الدعاء أعجبه إليك، ادعو بما شئت، ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. هذا موطن يستجاب فيه الدعاء إن شاء الله، هذا موطن يستجاب فيه الدعاء إن شاء الله. ومن حديث أسماء بنت عميس الرميصاء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالنبي قال لها: هذا في التشهد وفي السجود. قال: سبحي 10 واحمدي 10 وكبري 10 ثم سلي حاجتك، يقال لك قد أجبتك قد أجبتك قد أجبتك. الله أكبر. بعض الناس يقول: طيب ممكن أنا في الجماعة يا أخي سوي في النافع، والسنة يغفر عنها كثير من الناس. سبحان الله سبحان الله، عشمة الحمد لله الحمد لله عشمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشمة، وتعب ما شئت بعدها، يقول لك قد أجبتك قد أجبتك قد إيش؟ قد أجبتك. هذه مسائل في الصلاة أيها الفضلاء الكرام، وتكثر، فأحبنا أن ننوع عليه. والكلام عن صفة الصلاة يعني أنه يطول. مثلا الثانية مسألة الاعتكاف أيها صفة الصلاة يعني أنه يطول. مثلا الثانية مسألة الاعتكاف أيها الكرام الفضلاء، وهي مقبلة علينا في العشر الأواخر، نسأل الله يبلغنا وإياكم الأيام الكريمة المباركة. والاعتكاف سنة، والاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة، لأن النبي لم يتركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واعتكف واعتكف نساؤه عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف لزوم المسجد للطاعة. قال الشيخ بن باز: هو الاتصال بالخالق وقطع العلائق، الاتصال هو قطع العلائق والاتصال بالخالق، تقطع العلائق عن كل شيء. ولذلك أنا قلت لكم: بعض الناس يجعل الاعتكاف هو باب من باب المسامرة، يجلسون ويسولفون وكذا ويقول لك أنا إيش؟ أنا معتكف. قال الشيخ بن عثيمين في فتاوى الباب المفتوح، قال: وهذا يخالف مقصود الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد بطاعة الله، هذا معنى عاكافة لازمة، ما هذه التمثيلة أنتم لها عاكفون. الاعتكاف لزوم المسجد، ويكون في مسجد جماعة وجمعة، حتى لا يضطر أن يخرج منها إذا كان جماعة دون جمعة لمسجد آخر، يفضل مسجد جماعة وجمعة، وهو لزوم المكان. ليش؟ لعبادة الله تبارك وتعالى، وليس المسامرة وتضيع الأوقات فيما لا يفيد. هذا لم يأتي بمقصود ماذا؟ لم يأتي بمقصود الاعتكاف. وقال الشيخ بن باز وقال بذلك الشافعية: وأقله ساعة، يعني لو دخلت أنت من المغرب من العصر لين التراويح مثلا وما بتروح بيتك ونويت اعتكاف، يقع لك أجر ذلك. وأقله يوما وليلة، لحديث عمر: إني نذرت أن أعتكف بالمسجد الحرام يوما وليلة في الجنة، قال له النبي: أوفي بنذرك عليه الصلاة والسلام. وأكمله 10 الأواخر، من حديث عائشة: اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في 10 الأواخر وداخل معتكفه بعد الفجر. قالت اللجنة الدائمة: قال الشيخ بن باز يعني يبدأ وقت الاعتكاف من الفجر يوم 21، وقال الجمهور
قالوا إنما المقصود بذلك أن يدخل المعتكف قبل غروب شمس ليلة 21، وقد دخل مكان معتكفه بعد فجر يوم 21، ومتى يخرج منه؟ يخرج منه حينما يقال غدا العيد بعد ثبوت الهلال، بعد مغرب آخر يوم في رمضان وأول ليلة في شوال. وقال بعض أهل العلم كالشافعية وغيرهم، ونقله النووي في المجموع شرح المهذب، وإن خرج منه بعد صلاة عيد فلا حرج، يعني إن كمل في المعتكف لين ما صلى العيد بعدين انصرف فلا حرج، يشغله بالطاعة والذكر والصلاة والعبادة إلى غير ذلك من مثل هذه العبادات. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق، وأن يتحرى فيه ليلة القدر وهي في الوتريات من هذه العشر، وأن يشغله جميعا بمثل هذه الأشياء. وكان السلف كلما أتت ليلة وترية تطيبوا اغتسلوا وتطيبوا سبحان الله واستحبابا حتى يدركوا فيها ليلة القدر التي عبادته خير من 83 سنة. ليلة القدر خير من ألف سنة، وخير ما يدعى فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أما لفظة كريم فإنها لم ترد. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والرشاد، أن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والصلاح والقيام إيمانا واحتسابا، يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، واجعلنا وإياكم مباركين أينما حللنا وافتحلنا، اللهم وفق ولاة أمرنا كل خير وعينهم على كل بر، واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، يغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأصحاب الحقوق علينا ومن كان من خير أقدم على الطاعة، إنك جواد كريم. واغفر لأهل هذا المسجد ولأهل هذا الحي، اللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين المغفورين المرحومين المسددين المباركين أينما حللنا وارتحلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.